الذي يشتمل على الأوامر والنواهي والحدود منهج الخالق الذي وضعه ليسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة. فلا يجوز للإنسان أن يتطاول وأن ينحي منهج الله جل علاه وأن ينطلق هو ليضع لنفسه من المناهج والقوانين أو ليختار لنفسه من مناهج البشر وقوانين البشر ما يهوى وما يحب وما يختار، لأنه في هذه الحالة لا يمكن على الإطلاق أن يضع لنفسه أو أن يختار لنفسه القوانين أو مناهج وضعت على يد بني جنسه تضمن له السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد يضع الإنسان بعض القوانين التي لا تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله ومع منهج رسول الله، وهي في الحقيقة توافق من حيث الأصل منهج الله جل وعلا الذي يحافظ على مصلحة هذا الإنسان. فما جاءت الشريعة إلا بالمصلحة وإلا بدرء المفاسد كلها، وهذا لا حرج على الإطلاق أن يتبعه الإنسان وأن يأخذ به ما دام هذا القانون لا يخالف منهج الله ولا يخالف شريعة رسول الله، بل قد يقع الإنسان في حرمة إن خالف هذا القانون. أضرب مثالا حتى لا تلتبس الأمور. لو أن القانون الذي وضع لنا كقانون المرور مثلا يجرم أن يمشي الإنسان في الاتجاه المعاكس على الطرق السريعة، يعني طريق سريع، ويمشي الإنسان في عكس اتجاه السير، يجرم القانون الذي وضعه الإنسان هذا الاتجاه، فحينئذ لو خالف الإنسان هذا القانون ومشى في غير اتجاه السير أو في عكس اتجاه السير يكون قد ارتكب حراما، يكون قد ارتكب حراما. إذا كان سيره في هذا الاتجاه يعرض نفسه وغيره للخطر الحقيقي يكون قد ارتكب حراما شرعا. إذن الشاهد أن الإسلام حين يأمر وحين ينهى وحين يضع الحدود فإنما هو دين الله وهو منهج الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالإسلام يا إخواني ليس ضد أنوثة المرأة ولا يحارب أنوثة المرأة ولا يحارب حب المرأة للجمال والزينة، والإسلام لا يحارب دوافع الفطرة عند الرجل ولا يستقذرها، وإنما يطهرها وينظمها ويرقيها ويرفعها عن المستوى البهيمي أو الحيواني ويرقيها إلى ما يليق بالإنسان كإنسان. كرمه ربه جل جلاله في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإسلام حين يحرم على المرأة التبرج إنما هو يحرم عليها ذلك ضمانا لها ووقاية لها وللمجتمع المسلم بأسره. والإسلام حين يأمر المرأة المسلمة بالحجاب فهذا الحجاب ضمان لها وضمان وقائي للشباب وللرجال وللمجتمع المسلم بأسره. والإسلام حين يحرم الخلوة خلوة المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي فإنما يضع ضمانا وقائيا آخر لحماية هذا الرجل وهذه المرأة بل ولحماية المجتمع بأسره. والإسلام حين يحرم الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء ويضع الضوابط لهذا إنما هو يضع ضمانا وقائيا آخر لحماية المجتمع المسلم من الوقوع في الرذيلة أو في مستنقع الشهوات الآسن العفن. والإسلام حين يأمر الشباب بالزواج ويحض الشباب على الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن عجز الشاب عن الزواج يأمره الإسلام مرة أخرى بالإكثار من الصوم كضمان وقائي آخر. إن عجز عن الصوام عن الزواج الذي جعله ضمانا من أعظم الضمانات الوقائية لحماية المجتمع المسلم برجاله ونسائه وشبابه وفتياته من الوقوع في مستنقع الرذيلة أو في الفاحشة
ويأمر بعد ذلك الشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يكثر من الصيام كضمان وقائي آخر للحد من ثورة الشهوة واستثارة الغريزة الهاجعة، فكلها ضمانات وقائية وضعها رب البرية وشرعها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم للحفاظ على هذا المجتمع المسلم. ومن أعظم هذه الضمانات الوقائية التي شرعها رب البرية وشرعها سيد البشرية للحفاظ على المجتمع المسلم، من أعظم هذه الضمانات الوقائية غض البصر وأدب النظر. مقدمة أرجو أن نعيد النظر في كلماتها مرة أخرى، فإني أراها من الأهمية بمكان. أنا لا أقول هذا الكلام تضيعا للوقت، لا والله أبدا، بل أنا حريص على كل دقيقة من وقتكم ووقتي. هذه المقدمة التي قدمت بها أستطيع أن أختصرها في كلمات فأقول: الإسلام دين الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل أمر وكل نهي وكل حد إنما هو ضمان وضعه ربنا جل وعلا ليضمن به للمجتمع المسلم السعادة في الدنيا والآخرة، وليحمي به المجتمع المسلم من الوقوع في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. فكل أمر للمرأة أو للرجل، وكل نهي للمرأة أو للرجل، وكل حد للرجل أو للمرأة، هذه الأوامر والنواهي والحدود لضمان سعادة المجتمع بأسره في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من أعظم هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ويذكرنا إسلامنا دوما بالتفكر فيها والنظر إليها، من أعظم هذه النعم نعمة النظر ونعمة البصر. وقد لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. أسأل الله أن ينير أبصارنا وبصائرنا، وألا يحرمني وإياكم أبدا من نعمة البصيرة والبصر. ولذا جعل الله عز وجل جزاء من فقد بصره أو حبيبتيه فصبر على هذا الابتلاء الشديد، ما جعل الله جزاء لهذا الرجل أو لهذه المرأة إلا الجنة، إلا الجنة، لأن نعمة البصر نعمة عظيمة. ولأن فقد هذه النعمة مصيبة كبيرة وابتلاء شديد. فمن أعظم نعم الله علينا نعمة البصر. إن من أعظم نعم الله علينا نعمة البصر. فمن أعظم نعم الله علينا نعمة البصر، أو إن من أعظم نعم الله علينا نعمة البصر. ولذا سنسأل على هذه النعمة يا أحبابي، سنسأل عنها يا أولادي. أولادنا الذين يوظفون الآن نعمة البصر توظيفا بشعا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وكذلك بناتنا اللائي يستعملن هذه النعمة استعمالا محرما لا يجوز. سنسأل عن هذه النعمة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، نعمة البصر من أجل النعم ومن أعظم النعم، ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يوظف هذه النعمة في الحرام، وأن ينظر بها إلى ما حرم الله، وأن يستغلها استغلالا مشؤوما ممقوتا
في النظر إلى الأفلام.